بص بجد بقى، والله. انت بتفن في الاثنين، انت بتفن في الشغل وفي الغنى. فانا طبعا عايزه اسالك، من وانت عندك 8 سنين بتغني من وانا عندي 8 وصنايعي، سنين وصنايعي شاطر كده بقى ما شاء الله عليك، فانت الناس اكيد بتشهد بشغلك. الحمد لله ما الحمد حدش لله. في مره قال لك يا عم ما تسيبك من نقاشه وروح غني، ده بيكسبوا ملايين؟ ما حدش قال لك الفكره دي بس عشان ان موضوع الغنى بالذات اللون الشعبي ده حلو ومطلوب وهو عمال يكسر الدنيا، وناس هو بصراحه صوتها مش حلو يعني. بص، انا عشان اكون صريح مع حضرتك، هو ايوه فعلا الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده اتقال، بس مش ليا بقى، هو اتقال لوالدي، لان انا والدي نقاش برضك وانا كنت شغال معاه. فهو دايما كان خايف عليا، انا ولد بعد 3 بنات، تمام، وليا اخ، بس ده جه بعد مني ب 13 سنه. فالفكره كانت مع والدي ان انا يعتبر ايه الغالي برضه. ولد، الولد اللي بعد 3 بنات، اللي ما ينفعش يبقى في الشارع، اللي ما ينفعش يروح، اللي ما ينفعش يجي، اللي دايما يبقى تحت عينيا يعني. خايف عليك. اللي هو خايف عليا.